أمر ملكي الرقم ألف تقسيم 229 التاريخ الثامن عشر من شهر جماد الآخرة من عام 1440 للهجرة بعون الله تعالى باسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود نحن محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود نائب ملك المملكة العربية السعودية بناء على الأمر الملكي رقم ألف تقسيم 226 بتاريخ الثامن عشر من شهر جماد الآخرة من عام 1440 للهجرة وبعد الاطلاع على النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم ألف تقسيم تسعين بتاريخ السابع والعشرين من الشهر الثامن من عام 1412 للهجرة وبعد الاطلاع على نظام الوزراء ونواب الوزراء وموظف المرتبة الممتازة الصادر بالمرسوم الملكي رقم ميم تقسيم عشرة بتاريخ الثامن عشر من الشهر الثالث من عام 1391 للهجره وبعد الاطلاع على الامر الملكي رقم الف تقسيم 164 بتاريخ 25/7/1438 للهجره وبعد الاطلاع على الامر الملكي رقم الف تقسيم 14 بتاريخ 3/3/1414 للهجره امرنا بما هو ات اولا تعين صاحبه السمو الملكي الاميره ريما بنت بندر ابن سلطان ابن عبد العزيز آل سعود سفيره لخادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحده الامريكيه بمرتبه وزير ثانيا يبلغ امرنا هذا للجهات المختصه لاعتماده وتنفيذه محمد بن سلمان ابن عبد العزيز آل سعود